طبعا لحظات ونتعرف على الفائز في مسابقة مهارة تقنية السيارات. طبعا المتنافسين كانوا شم المرزوقي، آمن الزعابي، ومحمد الشحي. يا ترى منو اللي بيفوز فيهم أو فاز فيهم في تحدي الأمس في اليوم الأول؟ محمد شو الأعصاب؟ الله الحمد لله الله خير. يعني أمس شو سويت؟ الحمد لله خلصت الوقت وكل شيء وكان أوكي. يا سلام، شو تقول حق اللي صوتوا لك؟ أشكرهم على الثقة اللي أعطوني إياها، وإن شاء الله أكون عند حسن ظنهم. وبنشوف بعد فوزتهم بالألفين ولا لا؟ لازم تفوز. ها آمنة شو معنويتك؟ الحمد لله عالية. عالية؟ واثقة من شغلك؟ أمس كنتي متجدمة لكن آخر شيء ما أعرف شو استوى. ها واثقة إن شاء الله. واثقة، يلا بنشوف شمة المرزوقي. شمة شو معنوية؟ متوترة الصراحة. متوترة؟ إيه. عزيزك توتر ولا خليك؟ لا 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 خلني. تعال سيف، سيف خليفة العليلي أيضا الحكم في هذه المهارة، كيف كان أدائهم أمس؟ الله صراحة الشباب أو المتسابقين ما شاء الله ما قصروا، كلهم أدوا، بس إن شاء الله اليوم بنشوف من الفائز. بنشوف من الفائز، يلا نبدأ نشوف من الفائز بين شمة المرزوقي، آمنة الزعابي، ومحمد الشحي. منو تتوقعون؟ شمة؟ منو؟ محمد؟ شمة؟ شمة عند الجمهور؟ زين. إذن الفائز في اليوم الأول في تحدي اليوم الأول بين شمة المرزوقي، آمنة الزعابي، ومحمد الشحي، مثل ما تشوفون آمنة الزعابي 88%. مبروك لآمنة، كانت واثقة من نفسها بالفعل وفازت في تحدي اليوم الأول.